الصحراء. بالنسبة للمعيجينة أول بعد نبغيكم تقبلوا اعتذارها لأنها كانت ملتزمة بمقابلة بمدينة السمارة، للأسف تعذر عليها الحضور. معيجينة أو مارادونا الصحراء شهادتي صراحة مجروحة فيها. معيجينة يعني ارتبطت معها وفكرة الفيلم ارتبطت منذ طفولتي انا اصلا، لان دائما نشوفها تلعب مع التركه، تلعب بحكم انها مدينه اللي مدينه سماره مدينه محافظه، لكن هذا لم يعني ما خلى معيجينا انها تراجع، والله بالعكس فتني، خصوصا حتى يتم الابوين حاولت انها يعني تعوض بالكره وحبها للكره، لانه هذا واحد المساله، لانه اي انسان باغي مثله يالتو لا يصبر فيها، يالتو يعني يقاوم فيها، وهذا اللي شفنا ضريكه مع معيجينا الحمد لله، وضريكه راهي بالعكس ساعات مدربه الحمد لله، وحصلت على شواهد وهذا هو الحمد لله. وهم بقيت انا فيها ماتريالكم من خلال العرض ديال هذا الاسبوع لمؤسسه الفيلم، ارتأت انا تعرض فيلم يعنى بالرياضه وبالخصوص بكرة القدم النسوية في الأقاليم الجنوبية اللي تشهد طفرة نوعية منذ تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات. فالشخصية الرئيسية في هذا الفيلم اللي هي معيجينا، اللي هي رائدة كرة القدم النسوية في الأقاليم الجنوبية بالخصوص مدينة السمارة، فسلطنا الضوء عليها من خلال عرض الفيلم الوثائقي المنجز، باش يكون يعني داعمة وداعم أساسي للرفع من مستوى الكرة القدم النسوية في هذه الأقاليم، وتشجيع وتحفيز الطاقات الشبابية الواعدة في كرة القدم النسوية في هذه الأقاليم. فيلم مارادونا الصحراء سلط الضوء على شخصية اللي هي كانت تعتبر جريئة في المجتمع الصحراوي، حيث أنها كسرت قيود وحدود اللي وضعها لها المجتمع منذ الأزل. يعني أنا كنتكلم هون على مرأة اللي كسرت هذا وتخطات طابوهات أو الخطوط الحمر، حيث أنا عدت لاعبة ودخلت مجال اللي نقولوا عنه أصلا صعب على الرجال في مجتمعنا، فما بالك للنساء. صراحة الفيلم فيلم شيق، يروي أحداث الحياة اليومية لمعيجينا، واحدة من أساطير مدينة السمارة. نتمنى من هون المستقبل يعود مجموعة من البرامج اللي تسلط الضوء على المدن الصغيرة كمدينة السمارة. أريد قبل كل شيء أن أشكر الأطر المساهمة، خصوصا صاحب الفكرة والمخرجة أمينة الشادي، والشكر أيضا الشكر لمعيجينا التي كانت قدوة لبعض اللاعبات. أود شكر الطاقم الذي عمل على إخراج هذا الفيلم الرائع، والذي قام بتسليط الضوء على المرأة الصحراوية المناضلة التي نضلت ضد المجتمع والتقاليد والأعراف. وفي مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي لهذا الفيلم اللي كيعبر على المغرب، المرأة المغربية في الصحراء المغربية والحرية التي تمارسها والهوية المفضلة ديالها، وبأن الناس تحيدت الفكرة من راسها بأن اللعب زعما كرة القدم ماشي غير الدراري بوحدهم. الصراحة الفيلم كان زوين بزاف، كما عبرت معيجينا في هذا الفيلم اللي كتعبر فيه على حرية المرأة المغربية وعن حريتها في ممارسة أي رياضة، وعدم تغيير فكرة بعض الناس التي تعارض بأن المرأة لا تلعب كرة القدم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.